الروتين، هل بعض الناس قد يمل من الروتين في هذا الوقت؟ كيف أسيطر على مشكلة الروتين؟ اي نعم، اول شيء قلنا حدد بعض الاهداف وبالتالي جددها بشكل متكرر، يعني مثلا تحس بالملل بعد كل اسبوع ابدا، بعد كل اسبوع غير ان شاء الله الجدول. الموضوع ما يستمر باذن الله تعالى اكثر من اسبوع. اي نعم باذن الله ويرتفع هذا الوباء، لكن انت حاول يعني تضع لنفسك خطط طويله الامد شوي، لكن خل كل اسبوع غير جدولك اليومي، يعني بعض الناس كل يوم مثلا العصر يتابع مثلا قناه عين او قبل كذا بشوي ويحضر الدروس ويحضر الشرح ويبدا يحل الواجبات وكذا، ممكن هذا الوقت لازم تحضره في هذا الوقت يعني عشان تتابع الشرح، لكن الجدول في يوم كامل مثلا ممكن تغير شوي وقت التسليه او اللعب، تخليه مثلا العصر او احيانا تغيره المغرب بعد العشاء، ابدا غير في هذا الجدول لتكسر هذا الروتين. عشان فعلا ما يقتلك الروتين وما يضيق صدرك، لانه فعلا الامر قد يكون صعب في هذه الفتره، واستشعار انه فعلا جلستنا في البيت هذه احنا قاعدين نحافظ على حياتنا وقاعدين نحافظ على ارواحنا، فالمساله ليست مساله خيار. إيه المساله نعم. ليست مساله خيار وانما فعلا مساله قاعدين نحافظ على ارواحنا وارواح الناس اللي قريبين منا ونحافظ على نفسنا، وهذا شيء احنا مطلوب مننا فعلا. اي نعم، وبالتالي كذلك لتكسر هذا الروتين، الروتين هو تكرير بعض الاشياء في كل يوم او في كل فتره معينه، يعني كل يوم تسوي نفس الشيء، كل يوم تسوي نفس الشيء، لذلك ابدا اكتشف اشياء جديده، شوف تعلم مهارات جديده او ابدا اكتشف بعض المهارات، بعض الناس يكون عندهم مهارات معينه ومهارات معينه غير مكتشف لها، اكتشف نفسك في هذه الفتره، ابدا شوف جرب نفسك في الكتابه مثلا، جرب نفسك حاول تقرا ممكن تحصل عندك هذه المهاره، مهاره القراءه، شوف نفسك تحب القراءه مثلا، ابدا اكتشف المجال اللي تحب تقرا فيه، يعني مثلا قسم التاريخ او القصص او كذا، ابدا او الجغرافيا، بعض الناس يحبون الخرائط والجغرافيا والطقس وكذا، يحب يقرا عن هذه الاشياء، ابدا اقرا في مثلا مجال الصحه، كورونا وما كورونا الان، ابدا تثقف نفسك اكثر واكثر في هذه الفتره، اكتشف اشياء جديده في هذه الفتره لتكسر هذا الروتين. وايضا شارك الاشياء الجميله اللي تسويها في هذه الفتره، سواء الاوريجامي او الالعاب او غيرها من الاشياء اللي قاعد ترى اليوم تعلمت اسمها يا محمد، ايش اسمها؟ اوريجامي. 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 اي نعم، الظاهر تعريبه فن طي الورق الظاهر. فن طي الورق، والله اسم جميل. اها جميل. فاذا انه شارك الاشياء هذه مع غيرك، يعني شاركوها معنا عبر هاشتاج البرنامج وشاركها مع غيرك عشان تحس فعلا انك ترى قاعده تسوي شيء والناس فعلا قاعده تقدر هذا الشيء، وممكن تعقد بعض الاجتماعات، بعض الناس يقول ودي يا اخي كنت اجتمع مع اخوياي على طول، اجتمعوا على زوم. اي نعم. اجتمعوا على بعض التطبيقات، اجتمعوا على طريق التليفون، لا تروحوا للاستراحات ولا تروحوا للاماكن هذه ولا تروح لحد ابدا، اجلس بيتك واجتمع عن طريق هذه التطبيقات. اي نعم، وهذه التطبيقات فعلا كذلك من بعض من الفوائد اللي اكتسبناها في هذه الفتره، مثل زوم وغيرها، بدانا نكتشف هذه التطبيقات، واذا هذا التطبيق ما صلح معك ممكن تشوف تطبيق ثاني، تتعلم تطبيقات جديده، بعدين ان شاء الله تستفيد بها في بقيه حياتك، يعني بعض الناس صار عمره 30 مثلا ما عرف هالتطبيق، الان انت قاعد وعرفت هذا التطبيق واستخدمته واكتسبت خبره جديده، عرفت ان ممكن مثلا يعني عرفت بعض المهارات الجديده والتقنيات الجديده في مثل هذه التطبيقات اللي اكتشفتها الان، هذا مكسب كبير لك في هذه الفتره. ورب ضاره نافعه. نافع فعلا نافع، نحاول ننظر للموضوع بشكل ايجابي وما ننظر للجوانب السلبية فقط في هذا الأمر، لأنه فعلا لو بقينا نفكر في الموضوع بشكل سلبي فقط الموضوع هذا يعني يؤثر علينا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.